مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في هذا المساء اللي الكل ينتظر فيه العيد بلهفة، والطبع الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله كل سنة بالصحة والعافية. حييكم في حلقة جديدة من برنامج الطارش التراثي، نكمل طريقنا معكم كالمعتاد على خطى أجدادنا الأوليين في السوالف والأخبار عن تراثنا الجميل، طبعا ما تنتهي والسهرة ما تحلى إلا بوجودكم وجود ضيوفنا الطيبين. في بداية الحلقة دائما خلوني أذكركم مشاهدينا الكرام بأرقام التواصل اللي راح تشوفونها أسفل الشاشة. من داخل الدولة مشاهدينا الكرام 7886، واللي حاب يشاركنا من خارج دولة الإمارات مشاهدينا الكرام 00971529900170، ننتظر مشاركتكم. أجدد بكم الترحيب مشاهدينا الكرام في برنامج الطارش التراثي، ودائما في بداية كل حلقة مسي بالخير على ضيوفنا وبركتنا الموجودين في الاستديو. مساك الله بالخير أبو عبد الله. مساك الله بالنور والسرور ومساء الافراح ومسرح التسامح ومسرح الورد. الله يسلمك. مساك الله بالخير الشاعر أبو حمد. مرحبتين أستاذ يعقوب، مساك الله بالنور والسرور. حالك؟ علومك طيب؟ العلوم طول العمر طيبة بالعافية عليك. العلوم العلوم الخير الحمد لله. الله يدوم فيها من صوبكم. الله يدوم عليك الخير الحمد لله جميعا. الله يسلمك. طبعا مسي بالخير على أمهاتنا أم سيف، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، حياك الله. الله يحييك. حياك الله. اليوم 29 رمضان. هي. إن شاء الله عاد باكر يمكن العيد. باكر العيد. العيد. هي. نسلم على هذا بس يعني نمس عليهم انه بالعيد، يعني نبارك لهم بالعيد. نعم. نبارك لنا شيوخنا، نهني شيوخنا الكرام ونهني المشاهدين ونهني في الاستديو عندنا. نعم. كلهم جزاك الله خير، احسنت. نهنيهم بالعيد السعيد يعني كل سنه وكل حول يا رب. امين يا رب بالصحه والعافيه. ام علي مساك الله بالخير. مساء النور. اهلا ابوي، حياك الله. الله يحييك. الله يحييك ان شاء الله اليوم. ايش حالك؟ الحمد لله طيبه. الحمد لله ابوي، نمسي على جميع اللي الجمهور اللي ورا الشاشه وداخل الشاشه، ومبارك لهم بالعيد وهون عن خليفه ان شاء الله يخليه يا رب يطول عمره ويخلي مشايخنا ويخلي لنا بابا سلطان شيخ سلطان محمد القاسمي. آمين. الله يخليه يا ربي يطول بعمره يخلي كل الحكام. امين يا رب. ام احمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله استاذ يعقوب. ايش حالك امي؟ يا مرحبا فيكم، حياكم الله. مبارك عليكم يا رب، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله كل سنه وانتم عليكم ان شاء الله، يبارك فيكم يا رب. امين ان شاء الله. ان شاء الله بحكام الامارات كلهم ان شاء الله. امين ان شاء الله. والبيت متوحد ان شاء الله، كلنا مع بعض على باذن الله. نعم. امين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله العلم شامخ ان شاء الله مرتفع فوق. امين ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه والصحه ويعافيك ان شاء الله ويطول بعمرك. المشاهدين والحاضرين والحضور كلهم. ام فيصل مساك الله بالخير. مساء الخير والنور، حياكم الله ان شاء الله، نهنيكم بالعيد يا رب العالمين، مشاهدين يا رب كلهم. الله يعطيك سعيد يا رب عليكم ان شاء الله سنه وكل سنه. امين ان شاء الله ويعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيكم ان شاء الله، يعافيكم يا رب. ام فيصل ما شاء الله شو تسوين اليوم؟ والله العيد قرب، بكره يقول العيد وهنا ما خلصنا السفره. هي. هي عشان هاي كفار بكر بيحطوا اكل بكر، هذا العيد قلنا بيخلوه 30 يكون، قالوا لا 29. نعم. 29 ما وحانها. نعم. يجي اليوم نسويها عشان على طول الليل، اليوم ما بننام اليوم خيط عشان بكر. لا
ايه بكر ترى بيحطوا اكل بيحطوا لهذا الضيف بكر بيجوا ضيوف يجونا هذا ماشي دي 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 اليوم ما بننام الليل شغل اليوم شغل شغله مره لين نخلص الصبح لا عشان عندنا ترى اكل الله يعطيك الصحه والعافيه سفره سفره بكره عندنا حال نسوي كلوتي لراسه ايه ايه ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الله يعوده علينا سنه وعرسنا طبعا نتكلم عن كل الحرف اللي تسوونها من سف وغيره ام فيصل ايه وام احمد وام علي وام سيف راح نتكلم ان شاء الله البنات الصغار خلصنا نسوي كلوتي للي عند البنت الكبيره وحليله هاي حق البنت الكبيره ما شاء الله كله عيد كله العيد ان شاء الله ان شاء الله بالفرحه يا رب ان شاء الله بالفرحه عياد وفرح يا رب لينا ولعيالنا اخواننا المسلمين يا رب امين يا رب والله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله الله يعافيكم يعطيكم الصحه اليوم طبعا مشاهدينا راح نتحدث عن الحرف القديمه اللي كانت موجوده في دوله الامارات العربيه المتحده في البيئة البحرية أو حتى البيئة الجبلية أو حتى البيئة البرية فبداية مع أبو عبد الله اليوم حديثنا مثل ما ذكرت عن الحرف اللي كانت موجودة في دولة الإمارات حدثنا بشكل عام عن أهم الحرف اللي كانت موجودة في دولة الإمارات سواء في البيئة البحرية أو حتى الجبلية أو البرية بسم الله الرحمن الرحيم الحرف الموجودة في المنطقة الشرقية أو في دولة الإمارات عامة يعني أولا شيء العوامل الأساسية للصناعة الموجودة في دولة الإمارات الحداد يكون موجود نعم والنجار يكون موجود نعم واللي الحبال موجود وراعي البر عنده الحطاب موجود صح وراعي البحر صاحب القراقير وها موجود يعني الصناعات كلها متكونة موجودة يعني وهي هذه العوامل الموجودة كلها هي اللي تخدم المنطقة أو منطقة دولة الإمارات نعم نعم يعني كانت تتركز بشكل كبير في جميع مناطق دولة الإمارات الدولة كلها انزين محمد طبعا اكيد كل هذه الحرف لها اهميه كبيره في تراثنا وهل هي كانت مصدر للرزق قبل لابائنا واجدادنا اكيد لان لها اهميه كبرى فهذه الركيزه الاساسيه لاستمرار الحياه في اي مكان يعني بدون حرف بدون صناعات وبدون مهن ما يستطيع الانسان ان يواصل الحياه ما لا يمكن يعيش بدون عمل صحيح. هذا عمل والحرف عندنا في دوله الامارات عديده وتوزعت بين البحر والبر والريف والجبل وبين الباديه كل حسب بيئته وكل حسب احتياجاته صحيح فالحياة طبعاً تجبر الإنسان أن يبتكر ويعمل وينتج يجتهد يجتهد نعم إنزين فهم بحسب ما توفر لهم من إمكانيات في ذلك الوقت وفي هذا في كل في حسب البيئة المحيطة به فجدوا واجتهدوا فعندك مثلاً أصحاب البحر امتهنوا صناعة السفن السفن طبعاً تنقسم إلى قسمين في منها السفن الكبيرة اللي هي تتطلب أكثر من عامل أكثر من مثل ما تقول يعني للسفر خلنا نقول خارج الدولة اي نعم زين محمد بقطع رمسك بالخير عندي اتصال راح أكمل معاك أنواع السفن اللي كانت تصنع سابقا طيب. مرحبا سيف مرحبتين مبارك عليكم العيد وإحنا قد ما كنا نباع العيد نباع أما يكمل رمضان 30 إن شاء الله ولكن غير سبحان الله كله خير كله خير إن شاء الله كله خير إن شاء الله ومبارك حق ولاة أمرنا ومبارك لكم بالشهر بالعيد عيد الفطر إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير إن شاء الله يا ربي آمين إن شاء الله ومبارك على كل العاملين على هالبرنامج الرائع الله يسلمك والمخرج ما شاء الله عليه وانتوا بعد ما قصرتوا بيض الله وجهكم واهل البلد بعد ما قصروا ومبارك لكم بالعيد جميعا ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم ان شاء الله وعساكم من العايدين يا رب امين ان شاء الله بالصحه والعافيه سيف من خرفه كان تكلمنا صح؟ نعم ونعم زين سيف بيظهر لك السؤال على الشاشة الحين وركز أنا المشكلة أنا ياس أكلمك من الموتر الصراحة ما زين خلاص ما عندي خلاص اسمعني اسمع السؤال وبعطيك اختيارين بس ركز وياي سيف اوكي تمام السؤال يقول لك ما هو الهوري ما هو شو الهوري الغوري لا الهوري بالهاء الهوري الهوري
الهوري. هي. اوكي. بعطيك اختيارات، الاختيار الاول قارب صغير، الاختيار الثاني المجداف او الميداف نسميه بالعامية. شو رايك؟ المجداف ولا القارب الصغير الهوري؟ الهوري القارب الصغير. ثبت؟ ثبت ان شاء الله. خلاص. ولا بعد ما نسمع الفزعة؟ خلينا نثبت عقب نسمع المعلومة من الفزعة. نعم. ثبت يا سيف ونشوف إجابتك. إجابتك صحيحة، ربحت معنا 500 درهم مقدم من قناة الشرقية من كلبا، بالإضافة إلى جلستي تخسيس وجلستي لتبييض الأسنان بالليزر مقدم مركز هانوفر الطبي. تستاهل يا سيف. الحين أبو عبد الله أو أبو حمد، شو معنى الهوري بالضبط؟ بما أنك أبو حمد أنت كنت تتكلم عن السفن أو القوارب بشكل عام، استكمل حديثك وحدثنا عن الهوري. نعم. الهوري هذا طال عمرك قارب صيد صغير ومصنوع من الخشب، مصنوع من الخشب ويستخدم للصيد في البحر في القريب، يعني لصيد الأسماك على الساحل، قريب من الساحل، قريب يعني. قريب الساحل نعم، يعني هذا ما للإبحار إلى مسافات طويلة، في القريب. ونعود إلى موضوعنا، موضوع المهن، الحرف والمهن. كما ذكرنا يعني زين، صناعة السفن نوعين، في السفن الكبيرة المخصصة للأسفار البعيدة، والسفن الصغيرة اللي هي للغوص والرحلات القصيرة، والأصغر منها مثل الشاشة والشاحوف والهوري. الشاحوف صغير طبعا، الشاحوف في نوعين، في كبير وفي صغير، لكن مثل الهوري والشاشة هذا لصيد الأسماك. عندك صناعة القراقير والدوابي ايضا، هذه لها ناس متخصصين طبعاً في هذه الصناعه. وفي ايضا حرفه صناعه الالياخ، ايضا في ناس متخصصين لهذه الصناعه، ولها عده الاسماء، يعني هذه الادوات لها عده اسماء. زين، عندك مثل الليخ والقرقور والدوبايه. زين، وصناعه الشاشه والشواحيف والهوري وما شابه ذلك. هذه تختص بالبيئة البحرية، هذه الحرف تختص بأصحاب البحر. زين، عندك أصحاب البر مثلا. زين، بكمل نستكمل حوارنا عن أصحاب البر، لكن عندي اتصال بحمد بس أذنك. خير إن شاء الله. محمد مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور أخو يعقوب. إيش حالك؟ والله مشتاق لك، منورين ما شاء الله عليك. تسلم حبيبي، النور نورك، شو أخبارك طيب؟ والله بخير نشكر الله، كل عام وأنتم بخير، عليكم الصحة والعافية. علينا وعليك إن شاء الله وبالصحة والعافية. محمد بيظهر لك السؤال على الشاشة الحين وركز فيه. السؤال يقول: أداة تستخدم لفتح الجريد عند صناعة الشاشة. السؤال يقول: أداة تستخدم لفتح الجريد عند صناعة الشاشة. تبغى اختيارات محمد؟ والله أبغى اختيارات. تظهر لك الاختيارات على الشاشة الحين. الاختيار الأول الشكنة، الاختيار الثاني المير، الاختيار الثالث حجرة أو هي حجرة رأسها حاد، الاختيار الرابع الشفرة. شو رأيك والله محمد؟ والله أبغى الفزعة. والله تبغى الفزعة؟ أبو عبد الله. الشكل أداة لقطع الخشب أو الجريد. اسمها الشكلة. إيه أداة حادة لقطع الشجر. يعني الاختيار الأول؟ الأول. محمد ايوه خلاص ثبت، نثبت اختي الاول. خلاص نثبت ونشوف الاجابه. اجابتك يا محمد صحيحه، ربحت معنا 500 درهم من قناه الشرقيه من كلبا، بالاضافه الى جلستي ليزر وجلستي لتنظيف الاسنان واستشاره طبيه مقدمه من مركز هانوفر الطبي. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام، لكن ننتقل الى اول فاصل قصير ثم نعود بكم الان.
يصير عند ابو عايشه. او ابو عايشه مرحب مرحب مرحب. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله بخير الحمد لله. بارك علوكم. طمني عنك. كيف صحتك؟ عيالك كلهم بخير؟ الحمد لله كلهم بخير. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. يبوسون يديك. يا مرحب الله يخليك. الله يحييك. طمني عنك. والله الحمد لله. عساك الله بخير. بارك انت. الحمد لله تسلم. يا اخوي جاينك ابشر عليك شور عاد ما ادري شور عاد بيعيبك ولا ما بيعيبك. شور علي شور. اي نعم. خير يا اخوي. خير فويك انا طول عمرك عاد اي طول عمرك ان شاء الله تطوي. كيف؟ اي خلاص بترك مهنه الطوي وبشتغل مهنه القراقير. كيف تترك الطوي وتشتغل في القراقير؟ شو اسوي اخوي؟ باكر عيد علينا، باكر عيد والناس محتاجه ماي. انزين يا اخوك بعد انا بسترزق، ما عندي فريخات، يبالهم مصاريف، ما عندي. اخوي اخوي ما تخلفت عليك ابوي القراقير، تخلف عليك الطوي. اي نعم هذه المهنه. انا وياك وياك ابو عاشه وياك يا اخوي. انا كديت في هالطوي مكده ما انزين وديهم الماي ما يعطوني فلوسي ما يعطوني. انزين الحين انت الا دين 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 ما عليك اخوانك ربعك اهلك. انزين الحين انت بتخلي الطوي لين منو؟ والله بنشوف لحد. منو بنشوف؟ ما في حد، ما في حد يشتغل هاي الشغله. منو بنشوف للطوي؟ انزين انت شو رايك؟ انزين اني انا الصبح بشتغل بشغله القراقير والعصر بس قل فريق. لكن ها ما الحين بعد العيد. هي هي الناس عليهم عيد ومحتاجه الماي مره محتاجه لنا. خلاص بعد العيد بعد العيد. لكن انا تراني معزم مره معزم مره على القراقير. ما لك ماي؟ هي مره معزم على القراقير. زين هاي رزقه ما اقدر امنعك. هي نعم رزق. زين تتوكل على الله وان شاء الله نحن بنشوف لنا حد يلا اشتغل في الطويل. يلا ابو زين بنبارك عليك العيد. يلا الله يبارك عليك. يلا حياك الله. حياك الله. حياك الله. مرحبا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. أذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يشاركنا من داخل دولة الإمارات مشاهدينا الكرام 7886، واللي حاب يشاركنا من خارج دولة الإمارات 00971529001700. قبل الفاصل أبو حمد طرقنا لأنواع الحرف البحرية. نعم. ولكن ايضا هناك في الكثير من انواع الحرف البريه، صحيح كنت راح تتكلم عنها، تفضل. ان شاء الله. قبل ما ندخل في موضوع الحرف البريه، كنا قبل الفاصل كان طرحنا السؤال عن الشكنه. هي زين الشكنه صح مثل ما قال اخوي ابو عبد الله، هي القص اللي يريد وما شابه ذلك. صح. وفي شكنه ثانيه غير، هي عباره عن حديده مستطيله بطول ما يقارب 10 سنتي وبعرض من 2 إلى 3 سنتي وسانة في من الأمام. يعني هذه تستخدم لفتح اليريدة. طبعا اليريد هذا يكون مبلل بالماء. هي. زين وهذه تغرز في اليريدة وتفتح في الجريدة علشان يدخل الحبل في اليريد أو الزورة. هاي يسموها شكنة. وفي شكلة ثانية بعد مثل ما قال أبو عبد الله. في أنواع كثيرة ممكن. ايه. عن الحرف البرية. إيه. الحرف البرية طال عمرك كثيرة، يعني منها حرفة الفخار. وهذا يستخدم فيها الطين، صح أبو عبد الله؟ إيه نعم. صحيح. الطين. طين. وهذه أيضاً كانت موجودة عندنا ومن الحرف المشهورة يعني. وكانت الصناعات هاي تصدر الى خارج الدوله. اي نعم. زين ولها ناس مختصين ولها أكيد ناس طبعًا. فنيين في هذه الشغله. عندنا مثلا حرفه صناعه الدعن. صناعه الدعون. عندنا حرفه يسموها حرفه الجذاع. هي. اللي يقص النخر. سمعت. عندنا من الحرف. زين ممكن ابو عبد الله كثيره هي الحرف اللي كانت موجوده وفي بعض منها ما زالت الى اليوم تمارس من بعض الاشخاص. نعم. عندي اتصال الحين ابو حمد بستاذنك. احسان مساك الله بالخير. هلا مساء النور يا مرحبا. ايش حالك؟ بخير الله يسلمك. العام وانت بخير، عيدكم مبارك علينا وعليك ان شاء الله بالصحه والعافيه. وين تكلمين احسان؟ من عمان. ونعم احسان بيظهر لك السؤال الحين على الشاشه وركزي فيه. السؤال يقول ما هو الدسر؟ الدسر. هي الدسر. الدسر. هي. الدسر
شو الخيارات؟ تظهر لك الحين الاختيارات على الشاشة. الاختيار الأول حزام، الاختيار الثاني حبل من الليف لشد ألواح السفينة، الاختيار الثاني لوح خشبي، الاختيار الرابع وعاء. شو رأيك إحسان؟ والله أنا أقول شو رأي الفزعة؟ أبو عبد الله فزعتك. بس هذا أنا عندي مش موجود هنا. أبو حمد شو رأيك؟ هو حبل من الليف لشد ألواح السفينة. اللي هو الاختيار الثاني. وفي حالة صناعة الشاشة لشد اليريد. إنزين. اللي هو الاختيار الثاني. إحسان شو رأيك؟ والله يعقوب شوف أنا عاد عندي طالبت إنك. قولي. نبغى العيدية اليوم. أكيد عيدية. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. تبتين على الاختيار؟ الخيار الثاني إن شاء الله نثبت عليه. خلاص نثبت على الخيار الثاني ونشوف الإجابة. إجابتك صحيحة، ربحتي معنا 500 درهم بالإضافة إلى قسيمة مشتريات بقيمة 1000 درهم مقدمة من جمعية الشارقة التعاونية. تستاهلين يا إحسان. الحين راح نتحدث مع أمهاتنا. طبعا أكيد الحرف اللي كانت موجودة قبل والحمد لله أن لليوم مستمرة. أم سيف طبعا ما شاء الله كثيرة هي كانت الحرف اللي كانت تسويها المرأة الإماراتية، وما شاء الله أم سيف وأم علي وأم أحمد وأم فيصل كلكم قاعدين تسوون حرف. بس بنبدأ معاك أم سيف، في البداية شو تسوين؟ شو هالحرفة اللي قاعدة أنت تسوينها؟ أسوي هذا كم للياهل، يعني نحطي عليه راسه. هي حق العيد هاي؟ حق العيد. نزينه بالتلي، نزينه نسوي له فروخة فوق عشان يتزين فيه. مهنة الحرف أول في الزمن القبل في حرفة الخياطة. من جميع الخياطة من جميعها تسوي الكندورة السباحة للياهل، تسوي كندورة للبنت الصغيرة، البنت الأكبر. أول ماشي كان زمن قبل ماشي، يعني نادر إذا كان في كرخانة أو مكينة، يعني نادر عند في الفريق وحدة. بس كانوا أكثر شيء يستعملوا الإبرة والخيط. الإبرة شكل يدوي، يعني تتم الخياطة يدويا. تخيط للبنت الصغيرة ولا الكبيرة ولا بنتها ولا بنت يارتها ولا بنت بنتها ولا بنت، يعني تخيط للفريقها الحرمة ما شاء الله. ومنها مهنة السفافة. السف تسف الخوص، تسف الصرود عشان يحطوا عليه لهوالة العيد. تسف السجارية هاي حق العيد. تسف المخرافة ما شاء الله، تجيبوا فيها رطب. المزماه واكيد واكيد في اشياء ثانيه بعد. نعم. لكن بكمل وياك ام سيف، لكن بشوف ام علي شو تسوي. ام علي ابوي ابوك في الجنه ان شاء الله. شو قاعده تسوي من الحرف الاماراتيه؟ انا اسف خوص. سفين خوص. نسف خوص. هي من اول يعني مهره الاوليين يسفوا الخوص، يسووا الحصران، يسووا المكبه، يسووا مخرافه، الحين تطوروا يسووا حتى جنط. حتى جنط يعني تعلقها المره او جنطه كبيره تحط فيها دلال القهوه اذا طلعت رحله. جنط من الخوص هذا وجلدوها، ونسوي التلي، نسوي البدلات، كل حرمه مهرتها يعني ما شاء الله في البيت. نعم. يعني تساعد الرجال بالشغل البيت، تشتغل تسوي الاكل، تطبخ ايام العيد. الحين بنسوي الهريس، بنسوي العيش واللحم. الواحد مقدوره وش يقدر يسوي. الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا الحين أم أحمد قاعدة تخيط. أم أحمد على حياك الله. الله يحييك. نخيط كندورة البنت، نسوي نركب عليها التلي. هي نخلص الحين، خلصينا مال البنيات وخلصينا، أبعد للولد وحليلها كندورة الصبي ما شاء الله. سوينا له كندورة مسكين. هي كندورة الولد مالها كله للبنات، للبنت وللولد نخيط. كله نسوي عشان نرضيهم كلهم. هي لازم احنا نركب للبنيه، البنات تسوي خلصنا. احنا هيك سوينا لهم الكم، وسوينا لها القحفيه، وسوينا لهم الكلوتي. ما شاء الله. هذا الكلوتي مزين الحين خلصه. هي اخلص هاي للعيد الحين. هذا بس للعيد؟ هذا نعم للعيد. سوينا الفصمه، سوينا ركبنا عليه التلي وزيناه. ما شاء الله. هذا الكلوتي حق البنيه، والقحفيه سوينا خلصناها، بعدين الحين ما ركبنا عليها التلي. الله ان شاء الله بخلص اليوم. اليوم ماشي نوم. اليوم نوم ماشي. الله يعطيك الصحه والعافيه. واللي خير سهره. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله، عشان الحريم كلهم قاعدات يسوي شغلهم.
هي. ركبنا التلي وركبناها للبنت الكبيرة خلصناها الحين. الحين إن شاء الله بكرة بتلبسها البنية. الله يواليك الصحة والعافية إن شاء الله. الله يواليك الصحة والعافية. آمين إن شاء الله وياك. أم فيصل. مرحبا بك. أهلا وسهلا. ما شاء الله شو تسوين أنتِ؟ والله نشر رخوص. إيه. عشان نكمل ها الصرود هاي نكمل اللي هاك وذاك. إيه. كفار. نعم. وسويت اللي بعد من ركبه للهاك وذاك للقنادير. هاي كله للعيد. ما شاء الله. طيب سوينا شنطة ها نحط بعد أغراضنا فيها وهذا ودلالنا وشي بعد نسبي تيراننا. إيه. طيب عم نسند قهوة ترى يوم ما بيجون صحناهم ما تقهوى يمكن حرمة ما تظهر يمكن حرمة بدين يمكن حرمة بشيء نشيل قهوتنا نسي عنده. ما شاء الله. إيه نتقهوى هاي ليلة العيد. إيه. نتوالف على كف من الرحمن. نشيل قهوتنا ونسير عندها هم يجونا هنا نجي وما ذوى. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك إن شاء الله يعطيكم العافية. نستقبل اتصال الحين من جميلة. جميلة مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. إيش حالك؟ الحمد لله بخير، كل عام وأنتم بخير، عساكم العوادة. وأنتِ بخير إن شاء الله وصحة وعافية. جميلة من وين تكلمينا؟ من العين. من العين، ما شاء الله، إنزين بيظهر لك السؤال على الشاشة. على هالبرنامج الحلو. الله يسلمك هذا من طيب أصلك. في عيدية اليوم من البرنامج. هي طبعا بنعطيك عيدية يعني ما من خسرت. إن شاء الله. سؤال بيظهر لك على الشاشة الحين وركزي فيه. السؤال يقول ماذا يقصد بقوله الصيد ماعون؟ شو معنى الصيد ماعون؟ خيارات إن شاء الله. إنزين بتظهر لك الحين الاختيارات على الشاشة. الاختيار الأول صيد قليل جدا. الاختيار الثاني صيد كثير. الاختيار الثالث لا يوجد صيد. الاختيار الرابع شباك قديمة. فزعة. ها أبو عبد الله. هذا أخوي الصيد لما يكون قليل ما فيه يعني وزن كثير وهذا يقولون الصيد قليل يعني جدا. طيب أبو حمد. هو نفس الشيء تقريبا. فهذه مصطلحات متعارف عليها عند أهل البحر. ماعون. أحيانا لما يشرع البحار وربيع يسأل يقول ها بشر شو الصيد؟ يقول له الصيد ماعون. قال له الصيد ماعون يعني قليل. ما صح يعني ما صح. قال له ما صح. أو قال له قد الحلة. إذا قال له قد الحلة معناته صيد قليل. يعني قد ماعون. يقول لك صيد ماعون من 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 وهو كلمة ماعون شيء بسيط يعني. نعم الصيد قليل جدا يعني. انزين جميلة شو رأيك؟ صيد قليل جدا. ثبتين؟ ان شاء الله. خلاص نثبت ونشوف الاجابه. ثبت على الاختيار الاول جوابك صح ربحتي معنا قسيمه مشتريات بقيمه 1000 درهم مقدمه 2 اكس ال بالاضافه الى جلستي تنظيف للاسنان واستشاره طبيه مقدمه مركز هانوفر الطبي. مستمرين طبعا معاكم مشاهدينا في برنامج الطارش لكن عندنا وقفه قصيره وراجعين لكم ابقوا معنا. يا حرامي لا ما حرامي ما حرامي ما حرامي بعايشة حرامك مثل مخوز عن وجهك يا ابوك عن حد يشوفني عن حد يشوفني حرامك وش فيك يا ابوك مصيبة مصيبة بلوة زين صبر خوز عن وجهك خوز عن وجهك ما بشوفك وين ما حد بشوفني لا اله الا الله خوز عن وجهك عشان عرفت شو بقول يا ابوك انت ما تدري انا شو مسوي شو مسوي اقول لك صرت وش خلاني اصلح سيارة الحارس سيارة الحارس؟ اي الجيب ما غيره مال حكومة بسجنوك وبيجلدوك قدام القهوة يا ابوك ما لا اله الا الله انا قلت بترزق
قلت شويه يبالي ربيتين. شغله ما شغلتك هذه، شغله ما شغلتك، وش حق التسير تتعبث والوادم. انزين والحين الله يهداك. الله محمد رسول الله. انزين والحين، والحين الله يخليك. خلنا افكر اشوف، خلنا افكر. صح الحمالي، حمالي هي 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 الحمالي، الحمالي يعرف، يعرف ناس، يعرف ناس. نعم يعرف ناس الحمالي، يعرف ناس يصلحوها. بعدين هاي ما شغلتك، ما شغلتك، بارك الله فيك، ما شغلتك هذه، ما شغلتك. حق شو تتعبد مع الحكومة؟ ما ادري، قلت بترزق. تترزق ما شغلتك؟ ما يستوي بارك الله فيك. زين ما يستوي؟ حط الخباز خبزة. زين الحين، الحين الحين الحمالي يساعدني. خلنا نسأل الحمالي زين ونشوفه يعرف حد من هذيل الناس اللي يصلحوا، وانا بعطي، انا بدفع له. جزاك الله خير، جزاك الله خير. واللي بيرن علي 30 انا يمكن يدني يا ريور. يدك يا ريور الحين تلاحق عمر، خلي يدك في قبره. تعال يا ابو تحت، وزعني وزعني. لا اله الا الله محمد رسول الله. وابوي شغله ما شغلتك، مهنه ما مهنتك. شي ما دخيلك، لا يا دخيلك ابو عايشه. حياكم الله مشاهدينا الكرام. من بعد هذا الفاصل اذكركم بارقام التواصل اللي حاب يشارك في برنامج الطارش من داخل دولة الامارات 7886، واللي حاب يشاركنا من خارج دولة الامارات 00971599900170. باسمكم ارحب بضيفي الوالد عبد الله الشحي. ابو احمد مساك الله بالخير ورحب فيك في برنامج الطارش. مساك الله بالنور والسرور، وكل عام وانتم بخير ومبروك عليكم العيد. علينا وعليك ان شاء الله. الله يبارك فيكم، الله يعود علينا وعليكم ان شاء الله الامه العربيه والاسلاميه. امين ان شاء الله، وتقبل الله طاعتك وصيامك. امين. طبعا من بدايه الحلقه تحدثنا مع ابو عبد الله وابو حمد وامهاتنا عن الحرف اللي كانت موجوده في دوله الامارات العربيه المتحده، سواء في البيئه البحريه او حتى الجبليه او حتى البريه. ما زالت بعض الحرف الى اليوم تمارس من بعض الاشخاص. بدايه حدثنا عن اهم الحرف اللي كانت موجوده في دوله الامارات سابقا. والله شيخي، اول شيء شيخ مربع، بالنسبه للحرف طبعا دارعبك يعني لكل بيئة مكانتها، ولكل إنسان في بيئته لازم يتعلم. إذا ما تعلم ما يقدر يعيش. صحيح. لا راعي البحر يقدر يعيش، ولا راعي البر، ولا راعي الجبل. راعي البحر كان يصنع القارب من سعف النخيل، ويسكن من بسعف النخيل، ويسوي القراقير عشان يصيد سمك من سعف النخيل. سعف النخيل. يعني شيء متوفر موجود. والله سبحانه وتعالى يقول وننزل بقدر ما نشاء. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان. نعم. وجعل لي رزقه وبطريقته الإنسان في بيئته يتماشى مع البيئة اللي هو فيها. أكيد. راعي الزراعة نفس الطريقة، لا كان عنده مثلا، لا شرب قهوتك أبو أحمد الله يبارك فيك، لا كان عنده مثلا ماكينة ولا كان عنده دينامة ولا كان عنده هياسة ولا كان عنده شيء، مع هذا يزرع ويسقي، والنخل ما شاء الله ألف مرة أحسن من الحين وموجود، والزراعة مغطي ومكفر الحمد لله رب العالمين. لا يبوا طحين من برا، ولا يبوا عيش من برا، ولا يبوا شيء، كل شيء يعني ما نقول شيء عيش موجود، لكن شيء بر موجود، والناس مرتاحة وتاكل من زراعتها. يعني من زراعتها، مع أنه ما في مثل ما قلت لك ما في لا ماكينة ولا كهرباء، لكن تأقلموا يعني على الحياة اللي كانوا عايشينها رغم صعوبتها، رغم بس ممكن قلة الموارد الموجودة، لكن تعايشوا مع كل يشو. لابد أن يتعايش عشان يعيش، لازم لابد أن يتعايش. اللي ما يعيش فسود. إنزين الحين نتحدث عن البيئة البحرية بنبدأ. نعم. طبعًا أكيد كانت في أدوات تستخدم للحرف في البيئة البحرية، مثلًا على سبيل المثال لصناعة القرقور أو الليخ أو الدوباي، نفس الشيء تقريبًا. نعم. كانت في أدوات تستخدم، صحيح أبو أحمد؟ شو كانت هذه الأدوات، أو أساسًا كيف كنتوا تصنعون هالأدوات؟ الأدوات أول شيء قبل تصنع الدوباية تصنع القارب، القارب هو من زعف النخيل. اللي هي الشاشة. الشاشة ممكن تبغيها حق شخصين، ممكن تبغيها حق أربعة، ممكن تبغيها حق ستة. وناس مثلا بعض الشوش يسووها للضغوة، يعني يعبوا فيها ممكن أكثر من 1000 كيلو يحطوا فيها. ما شاء الله. ضغوة تشيل، يعني تشيل قبلان، تشيل حبال، تشيل 4 أشخاص يضغوا فيها. الدوابي ما كان فيه لا هند ولا صين. ما في صيام.
كنتوا تصنعونها ارواحكم من ما انا يمكن يتعقب شفت السيم قدامي مع ان شفنا السيم اللي المفتل مثل حبل مفتله فتل 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 ونرجع نصلبه ونطلع منه القار ونطلع منه الوسخ ونطلع منه الحين سيم نظيف يلمع ودي الاستاذ بيسوي على حسب اللي تبغاه من العام يعني البيئه اللي هم فيها النخله موجوده فالنخله ام كانت منذ الازل ام كانت تستخدم في الكثير الفراش منها والحصير منها نعم والكرفايه منها والبيت منها سواء بيت قيض ولا بيت شتاء السيم منها اللي ما عنده نخله من العام ما يسوى نخله انزين مكمل سوالفنا معك ابو احمد لكن عندي اتصال فضل. الحين يزيد فضلك تيما مساك الله بالخير مساكم الله بالنور كيفكم شو اخباركم تمام ايش حالك الحمد لله كل عام وانتم بخير ونعاد علينا وعليكم الصحه والعافيه امين ان شاء الله وين تكلمينا يا تيما من العين انزين بيظهر لك الحين السؤال على الشاشه وركزي فيه السؤال يقول ما هي المزماه ما هي المزماه تبين اختيارات تظهر لك الحين الاختيارات على الشاشه الاختيار الاول الكرب الاختيار الثاني الخوص المتناثر الاختيار الثالث جفير كبير الاختيار الرابع جريد مبلل شو بتقول الفزعه شو بقول الوالد ابو احمد شو رايك ما نغشنا فليس ابن عليش بيت ثالث ابو لا هاي مو بغش يعني هاي مساعده لا لا مساعده هي مساعده عليش بيت ثالث ابو يوم عيد يوم ما نقدر نقول شيء الاختيار الثالث تيمة ثبتين بثبت بس خلاص انت حلوه لكن الاخ ديمة سامحينا اول شيء بنقول حاجه احنا عن المزماه ترى في المزماه اللي هي اكبر القفير مزماه كبيره اللي حد يحطوا فيها الحطب يحطوا فيها يحدث الماء يحطوا فيها الكرب يحطوا فيها وفي اصغر منها قفير واصغر من القفير محفر واصغر من المحفر مخرافه واصغر من المخرافه بعد شيء ما نقدر نقول شيء شباب موجودين ما نقدر هاي يمكن هالكبر عيال هاي اللي تقول عن اخر وحده صغيره حتى الياهل يوم يفطموه لكن انت ما لحقت من فطموك كبير يمكن اكيد ما لحقت يعني ما اتذكر انا يوم يفطمونه اكيد يعني الياهل صغير يوم كان يفطموه يحطوا مخرافه صغيره يحطوا فيه بسيس ترى ما في حلويات وين جيبوا الحلويات ما في كوكولا ما شيء حطوا فيها حلويات عشان يعلقها ويروح يفرح فيها مخرافه الكبر صغيره وفي يبه الجبه هذه مثلا يحفظوا فيها الادوات مثلا مال ياهل او مال عطور او مال اسمه يبه فيها غطاء المخرافه هذه بنكمل فيها بس غطاء. حسب المكالمه تيما ثبتي على الاختيار الثالث بثبت خلاص نثبت اكيد يعني بعطيك عيديه يعني نشوف الاجابه إجابتي صحيحة ربحتي معنا 500 درهم بالإضافة إلى 3 جلسات للتخسيس بالإضافة إلى جلسة لتبييض الأسنان بالليزر مقدم مركز هانوفر الطبي إنزين استكمل حوارنا معك أبو أحمد ما شاء الله في أنواع كثيرة كانت ها ما شاء الله ولكل شيء كان يستخدم شيء الحاجة شوف الحاجة الاختراع يعني أنت مثلا المزماة هذه مثلا يوم يروح النخل يجيبوا مثلا أو يروح يجيبوا قاشع ما يشيل القفير لا يبزماه الكبر عشان يشيل فيه كمية كبيرة لأن مثلا يابينهم مكان بعيد أو مثلا راح النخل يجيب تمر ما راح يشيل شيء صغير نفس الشيء الحرمة مثلا تروح تجيب خوص عشان تسحل الخوص يسفون الخوص هذا يجيبوا من النخل يترسون فيه مزماه لأنه ما في وزن وتحط اليحل بعد بالوسط الحريم يعرفوا إذا كل هالجفير وغيره من الأنواع اللي ذكرتها أبو أحمد منو اللي كان يسويها؟ في ناس الحريم يسفوه مختصين ومن الخوص ما شاء الله الحريم يسفوه والرجال يسوون معصم يسوون معصم المقابض ماله عشان يشيلوه حلو إنزين نرد للبيئة البحرية تكلمنا عن القراقير والشاشة نعم. والسفن كانت تصنع تقريبا من السفن من الخشب أيوه من الخشب السائج السفن من خشب الساج غير الساي ما يصلح لان ليش لان الساي ما يشرب ماي اي خشب ثاني تحطيه في البحر يشرب ماي ما عدا القرط والسدر يستعملوا شلامين وعطف الشلمان والعطفه والبيص والميل صدر تفر هذا من القرط او
من السدر. اما الخشب غير ساج ما يصلح. انزين، هذا بالنسبه للبيئه البحريه، طبعا اكيد للبيئه البريه ايضا الكثير من الحرف. صحيح، اذكر لنا اهم الحرف اللي كانت موجوده وما زالت لليوم في بعض الاشخاص يستخدمونها. ولا واحده منها باقيه. ولا واحده باقيه؟ لا، اهل الحرف بقوا الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنه، ولا احنا مستعدين نروح مثلا، يعني مثلا لو جبتك مثلا اليداع، مين مستعد يتوح لي نخلة 20 متر ويقعد يشتغل فيها أول يقشر منها الكرب، والكرب يتريوه الحريم متى ما يخلص عشان يشيلوه للتنور، ويقعد يفلق هذه فلق، لا عنده مكينة ولا عنده مشارة ولا عنده شيء، بخصيم ويفلقها. أتحدى النجار اليوم ما يقدر يسويها. يفلقها مثلا، يبغيها ماد، يبغيها حلقة، يبغيها رايلة، يبغيها شو اللي يباها يصنعها على حسب ما يباها. وبعدين مو لكل نخلة ميزه، لكل نخله ميزه. مثلا هذه خاطره، هذه صلاني تصلح ماد، هذه شهله، هذه مثلا خشب زامي، هذا مثلا خنزيه، هاي تصلح رايله. في نوع من انواع النخل اللي هو النغال، هذا خبيث. هذا الخشب ماله شبك وايد، يعني يتعب اليداع اللي بيسوي حسب يقصها. اي نعم، اساس اني يفلقها اثنين. هذه ممكن بيفلق خمس ويفلق هذه واحدة. ما شاء الله، من صعوبتها متعبة. يعني متعبة وايد كانت. متعبة. زين، أيوه. مستمرين معك أبو أحمد، لكن عندي اتصال الحين. زيد فضلك يمنى، مساك الله بالخير. من عوادة، عيدكم مبارك. مبارك عليك، وكل عام وأنت بخير. بخير، كل سنة طيب. ما أسمعك عدل يمنى. ألو. وطي شوي على صوت التلفزيون لو سمحتي. ايه وطيت خلاص. انزين يمنى، ايش حالك؟ الحمد لله. انزين، وين تكلمينا يمنى؟ من عيمان. من عيمان، ما شاء الله وايد متصلين اليوم من عيمان. بيظهر لك السؤال. برنامج. الله يسلمك. بيظهر لك السؤال على الشاشه الحين وركزي فيه. السؤال يقول: ما هو الكرنف؟ السؤال يقول: ما هو الكرنف؟ تبين اختيارات؟ ايه. تظهر لك الحين الاختيارات على الشاشه. الاختيار الاول جريد النخل، الاختيار الثاني شوك النخل، الاختيار الثالث الكرب، الاختيار الرابع سيقان. شو رايك؟ براي الفزعه الوالد ابو احمد. انا عندي رقم ثلاثه ما شي غير هذا، كله اول ثلاثه والثاني ثلاثه. انت مستمر يعني مصر على رقم ثلاثه؟ انزين، شو رايك يمنى؟ راي الوالد. ثبتين على رقم ثلاثه؟ ايه. نثبت ونشوف الإجابة. نثبت ونشوف الإجابة. إجابتي الصحيحة، ربحت معنا جلستي ليزر بالإضافة إلى جلسة لتبييض الأسنان بالليزر بالإضافة إلى جلستي تنظيف واستشارة طبية مقدم مركز هانوفر الطبي. تستاهلين يا يمنى. نكمل حوارنا معاك الوالد أبو أحمد. طبعا تكلمنا أيضا عن البيئة البرية. أنزين، نتكلم عن البيئة الجبلية، شو أهم الحرف اللي كانت موجودة عندهم؟ البيئة الجبلية المتعب فيها بناء البيوت، إيجاد المبنى المسكن، لأن ما في، كلهم يستعملوا الحصى. والحصى ما في صناعة البيت. صناعة البيت، لأن أغلب بعض الأحيان يستعملوا الحصى الكبار. وبعدين يستعملوا مثلا أول يحفر الأرض. أنت تشوف البيت فوق صغير، يعني مترين مثلا ارتفاع، تقول هذا كيف يوقف؟ بينما تحت من الأرض وتحت يمكن 3 متر. ما شاء الله. لأنه دفو. إذا دخل يدفي، أنت تحتاج إلى تنور عشان يدفيك، هو ما يحتاج شيء، بس اللهم يقعد داخل الأرض تحتيه دافية. فيحتاج جهد كبير. جهد كبير، يحتاج جهد كبير. وبعدين مثلا الزراعة. الزراعة ما عنده مثلا، ما عنده آلة للري، أو أصلا ما عنده ماي عشان الري. أهل اليبل. أهل اليبل، فقط يزرع على موسم. يزرع موسم الامطار يعني. يشوف يعني يحرث الارض ويرتبها ويهيسها، ويهيسها ذاتي بروحه، هو يهيسها. هيس شخصي في اليبل، ما في لا ثور عزك الله ولا غيره. عزيز. زين، يهيسها بروحهم. وبعدين يبذروا الارض وينتظروا خير السماء. الله سبحانه وتعالى، سبحان الرزاق الله، ينزل ذاك المطر الحمد لله، ويسقيها الزراعه وينتشر الزراعه، وياكلوا ويشبعوا ويعطوا ويبيعوا ويمنوا على الناس،
ومرتاحين داخل بلهم. شو اهم الزراعات اللي كانت موجوده الحب. عندهم الحب اي نعم كانوا مشهورين في الحب نعم لانه الحب خبز وكانوا يزرعونه بشكل كبير يعني بما انه يتلائم مع الحياه اللي هم عايشينها نعم. زين البيئه البحريه ما شاء الله نشوف اليوم الشباب ما شاء الله وايدين يطلعون البحر للغوص او حتى لصيد السمك. هذه المهنه ما زالت لليوم استحدثت الاجهزه والادوات ممكن بشكل كبير لكن ما زالت لليوم في اشخاص محافظين عليها نعم. صحيح نعم هذا اتوقع كان دور لكم ايضا انتم كاهل البحر ايضا ورثتم ممكن هذه المهنه او هذه الحرفه للاجيال هذه وحتى الاجيال القادمه صحيح نعم هذا طال عمرك الاول الشباب الاولين لما تروح مع واحد تقول هذا يا ساحر يا عنده شيء من الخبث يا عنده ما تعرف يقول يتمشي في البحر قال لك وقف 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 شوي قدام شوي قدام شوي قدام شوي قدام وقف توحنير هني سمان ما شاء الله قصيد سمان قوم بس ذاك اليوم السمان ما حد يباه اصلا الهامور والسمان هذا ما حد يباه يبوا الشعري قوم روح شوي قدام روح هناك شعري ما شاء الله كأنه في بيتهم جالس يعني كأنه عارف كل نوع من السمك وين مكانه يلا روح شوي قدام لان هني جسر هناك دبر وقفوا هناك قدام هناك شعري ترمي يعني مكان مثلا حاجه ما تشوفها توقف شاف الجبل عارض اليا قال بس نزل هني هني كنا امس ها من الخبره يمكن ابو احمد الخبره انك انت تحدق سمكه ما شفتها بعينك في البحر بعدها تنبر يقول لك والله هذا شعري من الخيط يعني يعرف من اثر من حر من الحركه يعرف السمكه هي في البحر يطلعها اليوم الشباب ما شاء الله يعني التكنولوجيا موجوده الاجهزه موجوده يدليك هنا يعني انت فوق ويعطيك هنا جبل وهنا رمل وهنا صحيح في اجهزه موجوده عندك لكن الحلو انه ما زالوا محافظين على هالمهنه ما زالوا لو, لو 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 ما حافظوا وما راح البحر والله ما اكلنا سمك نعم لكن الحمد لله جزاهم الله خير الحمد لله الحمد لله اول عالم يداف ويشرع الحين ما شاء الله اربع خمس مكاين على الطراد صح ويمشي لك يعني 20 ميل يمكن بخمس دقائق ياخذها يخلصها نعم 20 دقيقه بينما هم بينما كنا اول نطلع يعني اذا عشان نروح نشيل القراقير قبل صلاه الفجر نطلع عشان يؤذن الفجر واحنا على القراقير والقراقير اصلا ما نشوف يعني هاي شوف الخبره الثانيه ظلام لا عندك جهاز ولا عندك شيء نمشي نوقف على الدوابي على صوت الطيور ما شاء الله مثلا النجم موجود تحط النجم مثلا تحطي على الكلب او تحطي على الغص او تحطي على الصور او لا النجم الثاني نجم الفجر هذا شوف حطه وين على اساس توصل الدوابي مالك صاحب الخبره هو يدليك يا بشراع يا طالع بميداف ويخبرك المكان بالضبط لين قريب من وصل قال سكتوا وقفوا احنا قريب الدوابي سمعوا الطيور لان الطيور تبات على البوه طيور تبات على البوه هذا العوامات يبيت الطيور عليها احنا نسمع الصوت مال الطيور نوقف خلاص اذا وصلنا الدوابي ما شاء الله يلا صلوا الفجر ونمسك الدوابي نستكمل حوارنا معاك ابو احمد الوالد عبد الله الشحي بس لكن بس اذنك عندي فاصل فاصل مشاهدينا وراجعين لكم ابقوا معنا رجعنا لكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل نستكمل معاكم برنامج الطارش أذكركم بأرقام التواصل مشاهدينا اللي حاب يشاركنا من داخل دولة الإمارات
7886 واللي حاب يشاركنا من خارج دولة الإمارات 00971 529 00170. نستكمل حوارنا معك أبو أحمد الوالد عبد الله الشحي. حياك الله. يحييك. طبعاً تحدثنا في أمور كثيرة عن الحرف اللي كانت في اليبل وفي البيئة البحرية والبيئة البرية، لكن الحين راح نتحدث عن النسيج. في بعض الأنسجة كانت موجودة سابقاً صحيح؟ وكيف كنتوا تسوونها؟ والله أكثر النسيج كان من الصوف. من الصوف. من الصوف، لأن القطن صعب، ما 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 كان موجود يوها. ما كان موجود أصلاً. أما النسيج، النسيج يكون من الصوف، صاحب المعز، صاحب الجبل، صاحب اللي عنده ماشية، يعني يستفيد من الماشية بكل شيء. بكل شيء. ونعم، والصوف هذا أشياء كثيرة يستخرج منه، ولي ناس أصحاب خبرة وناس أصحاب ذوق. ما شاء الله. نعم نعم. كان تستخدم بشكل كبير. موجود نعم استعمله. إنزين، بعد كل هذا التطور اللي حصل الحين ما شاء الله كل شيء موجود حاليا. الحمد لله. اللهم لك الحمد. كيف إحنا ممكن نقدر نستعيد كل هذه المهنة أبو أحمد؟ والله طال عمرك من خلال. طبعا أنتوا الخير البركة بما أنكم أنتوا عارفين كل هالأمور. هذا شيء طيب. إحنا حقيقة نقول شكرا لصاحب السمو دكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي على الحفاظ على هذا التراث. وجزاه الله خير من خلال هذا التراث وهذه الفعاليات اللي تقام على مستوى الشارقة وفي كل الشارقة وفي كل الإمارات الحمد لله موجودة. يفترض أن يكون مع كل شيبة صاحب حرفة واحد ولا اثنين موجودين معه يتعلمون منه. يتعلمون يعني السنة هذه للشباب، السنة الثانية للشباب، على أساس أن يكونوا عرفوا على الأقل شيء، تعلموا على الأقل، على الأقل يتعلموا. إذا ما تعلم السنة لو خرب بيتعلم السنة، بيخرب الحول، بيخرب ساسة إثارة، بيتعلم خلاص السنة اللي بعدها بيتعلم. بيتعلم بيقدر يسوي هالمهنة. بيتعلم يقدر يسوي شيء على الأقل، لو كان يعني لو كان عنده مثلا الشيبة موجود بس يكون كإشراف ومتابعة. لابد أن يكون الآن مثلا التركيز على الكبار. الشباب تمام، الحين مثلا فنون، بعض الفنون الموجودة ما يعرفوها الشباب. نعم ما يعرفوها، لابد أن يكون يركز عليها. فنون مثلا اندثرت مع اصحابها ما يعرفوها الشباب. مهن مع مثلا مهن يعني قصص لو 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 المهن ابو احمد شوي، المهن ابو احمد ممكن شويه التطور الكبير، مهن جديده كانت موجوده. ترى هذه ترى انت تسال عن الحرف، الحرف ليش انقرضت؟ يعني مثلا اللي تعرفه انت ما يعرفه والدك، واللي يعرفه ابوك ما يعرفه يدك يعرف اكثر عنه. فكل واحد هذا الموضوع مهم جدا راح نتحدث عنه، لكن عندي اتصال الحين ابو احمد. زيد فضلك. هيفاء مساك الله بالخير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بالعافيه. ايش حالك هيفاء؟ الحمد لله بخير. سالم. وين تكلمينه؟ من الشارجه. من الشارجه ونعم عاصمة الثقافة. بيظهر لك السؤال على الشاشة الحين وركزي فيه. السؤال يقول ما هي البيطة؟ البيطة؟ هي ما هي البيطة؟ بيطة ترى ما بيضة. بيطة بيضة. هي في فرق. احنا بروحنا قرفنا. البيضة غير والبيطة غير. مجموعة من الحبال؟ مجموعة من الحبال. قربتي يعني. تبين اختيارات؟ والله انها ما قربت، والله انها جاوبت صح وتستاهل. والله فالك طيب، جوابك نعم. صح والله انك تستاهلين يا هيفاء، تستاهلين. ربحتي معنا 500 درهم مقاعد شرقيه ام كلبة، بالاضافه الى 4 جلسات ليزر، بالاضافه الى 2 جلسات تنظيف للاسنان واستشاره طبيه مقدم مركز نوفر. بيطه نعم. ها ابو عبد الله. البيطه هذه صح مثل ما قال ابو احمد. البيطه هذه لها اخت زين يسموها البرامه، ايه، والماصر، والبيطه. هذه نفس الشيء، حبل سميك يستخدم لل شو اسمه. صح يا عبد الله؟ نعم. اي وبس عشان الطيب عشان هي طيب كبيره سموها بيطه. حسب المناطق في بعد يسموها برامه، في بعض حسب السمك بعد. نعم زين. البرامه اوصم شويه، حسب الماصر ثم البيطه اللي هي حسب الاستعمال. يمكن تكون هذا السؤال اللي كنت اساله، شو تستعمل؟ هذا حق الضغوه. حق الضغوة بس؟ الضغوة نعم، بس حق الضغوة وحق ير الخشب يطلعوا من السيف إلى فوق أو
ما لها غير هي استعمالها 100% للضوء، لانها الضوء مثلا ليخ 50 متر 100 متر مثلا، لكن قد يكون 200 300 متر اللي هي حبال، لان الحبل هذا طوله 50 متر بس، ممكن يحطوا كل جنب 4-5 قطع يواصلوه عشان يوصلوا العده هذه مال البحر ابعد مكان ابعد مسافه، وبعدين يجيبوها. اول يجيبوها ريايل، كل جنب فيها 20 شخص 30 شخص ما شاء الله، كل اهل الفريق. الحين ما في، الحين يسحب بلوزر ولا اخترب ولا وصل ولا سيايير، الحين الحين سيايير. نعم الله يعطيكم الصحه والعافيه، يعني كنتم ما شاء الله تشتغلون، والله يقويكم ويعطيكم الصحه والعافيه. انزين نستكمل قبل الاتصال، كنا نتحدث عن اهميه نقل كل هذه الحرف من جيل لجيل. نعم، ومثل ما انا ذكرت انتم لكم دور كبير بما انكم انتم مختصين في كل هذه الامور، من مثلا امهاتنا الله يحفظهم في السف وغيره، انت ما شاء الله ممكن تكون في الجانب البحري وما شاء الله ابتع الله يعطيك الصحه والعافيه. فاهميه نقل كل هذه الحرف للجيل الجاي، وكيف كيف الطرق، كيف الطرق، اقول لك مثل ما قلت، انت في البيت صعب انك تجيب ولد وتقول له تعال ليش الحين البيت المفروض يكون هو الاساس، تعال نسف خوص، من يسف خوص في البيت الحين؟ من اي حرمه اي ريال يود خوص ويسف؟ من العام الخصف الحرمه تروح النخل وتسحل الخوص من خوصه هذه الخوصه زينه وهذه الخوصه قصيره وهذه الخوصه حمراء وهذه الخوصه بيضة تندقيها، وتجيبها مثل ما قلت لك بزما وتجيبها البيت وتنظفها وتشرخها وتعدل وتسف وتخلص، ويجي الريال ويخيط ويروح الريال ويعبيه تمر ويجيبه من النخل ويحطيه بالمسدكه ويطلع منه الدبس. ما شاء الله، من يعرف عند الشيء هذا؟ ما شيء، دبس موجود لكن وين؟ سوبر ماركت موجود، كيف طلع ما حد يعرفه. انزين كيف شو الوسيله اللي لابد انها ما في هذه فعاليات مثل هذه الفعاليات مثل ايام الشارقه التراثيه. نعم، على سبيل المثال ليش؟ لان هذا يعني انت تعيش في بيئه موجوده، يعني مثلا بيئه بحريه موجوده، الناس اللي شغالين في البحر هذا يقدر يتعلم منها، لكن في البيت حاط لي تليفون طول ذراع وين بيتعلم؟ انت يعني لو قعدوا معك عيالك 4-5 في البيت والله ما واحد مع الثاني، وخصوصا اذا فتح لهم واي فاي داخل البيت بعد. لا لا، خلاص بنشل عنهم ما عندك، مو بنشل عنهم الواي فاي. الله يضربك. انت اتصال الحين انا ان شاء الله بالخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امنه، ايش حالك؟ العام وانت بخير. انت بخير ان شاء الله وصحه وسلامه. وين تكلمين امنه؟ من دبي. دبي دار الحي، بيظهر لك السؤال على الشاشه الحين. وابي قسيمه عبايه او كاش، ما ابي عيادات. ما في اختيار ثالث؟ انزين ها، ما في اختيار ثالث يعني؟ ها، ما عندكم يعني؟ لا موجود، بس يمكن اعطينا اختيار ثالث. وان شاء الله اسئلتكم سهله. خلاص، وهديتك من عندي اليوم. السؤال بيظهر لك على الشاشه الحين، السؤال يقول ما هي الرقه او الرقه؟ ما مش الرقة، هو الرق اسمه، الرق الرق مش الرقة. لا الرق بدونها، بدون الهاء. اي نعم، الرق. ما هو الرق؟ مش الرق بعد، الرق هذا بير ماي، هيه، بس هذا الرق اسمه الرق. اي نعم. ما هو الرق؟ الطوي. ما الطوي؟ لا يلي في ال... انت اخذي الخيارات اول بعدين. خلاص، تظهر لك الحين الاختيارات على الشاشة. الاختيار الأول بحر شديد العمق، الاختيار الثاني بحر متوسط العمق، الاختيار الثالث بحر ضئيل العمق، الاختيار الرابع أداة حادة. لو أنت تتابعينا الحين على التلفزيون بتعرفين. أي واحد؟ عادش بالثالث أبوي، عادش بالثالث. أنا سموني بثلاثة وهذه بثلاثة، يلا توكل على الله. بحر ضئيل العمق؟ إيه، ثابتين؟ اثبت وان شاء الله صح. خلاص نثبت ونشوف الاجابه. اجابتك يا امنه صحيحه، ربحتي معنا 500 درهم مقدمه من قناه الشرقيه من كلبه. ما شاء الله الوال ابو احمد شرحت لنا وايد امور عن الرق والرق، في اختلاف بينهم صحيح؟ ايه، الرق 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 هذا بير ماي، ايه يسمون بير ماي، ايه يعني لو جيت مثلا لصاحب محل عشان يحفل لك بير ما تقول له سوى لي طوي، يقول لك سوى لي رق رق رق. لكن الرق في مثلا مناطق ضحله، يعني مثلا مول القيوين عندك اكثر شيء مول القيوين اللي هو الساحل، هذاك هذا كله رق، يعني تروح مسافه طويله
ما تخص ممكن 5 تباع 10 تباع اذا عمقت. بينما تعال منطقة الشرقية مشي لك 5 دقائق ممكن تحصل لك 15 باع 20 باع. ما شاء الله. ايه. الرق بعد ها ابو عبد الله؟ الرق معناه وايد كبير. الرق تستخدم في العبودية. ايه. والرق بعد ترى بعد العبودية بعد فك العبودية. لا تخليني ادخل. نعم. طالما ان احنا عندنا في البحر مثلا. في البحر. زين. الرق او الرقة هو كله صح يعني. ايه. فيقول لك مشدد له. زين البحر ما في عمق. صراع السفينه زين لما يمشي يقول وقف البحر رق هنا عشان تلحم اذا ما وقف زين واستمر للاتجاه الرق يلحم المحمل بعض الاحيان يمشي ويكون واحد عنده بلد يشوف كم باع كم باع كم باع كم باع لما ما يقيس نفس انه يقيس كم باع ايوه يعني. والنوخذه اللي ما يعرف منطقه يعرفها ما يقدر يروح فيها يبيت يهس هناك ولا نشوف بيت انا بيت نعم واحد ابو احمد والد عبد الله الشحي ويسوي له نوف على الدقه اللي ما حد يفزعه ما شاء الله عرف هذا؟ ما عشت ما عشت خلاص ما عشت ما حد ما اقدر اقول لك اني اعرف وانا ما عشت اذا لحم هذا المحمل وما عنده حد ما شاف حد يحط لك بطانيه سوداء او شرشف اسود في قمه الدقل على اساس يشوفوا الناس ان هذا عنده عطل يشوفوا ما في تليفون وين يتصل ترى الحين في تليفونات الحين في تليفونات قبل العام ابو احمد الوالد عبد الله الشحي شكرا على حضورك اليوم معنا في برنامج جزاكم الله خير وكل عام وانتم بخير بخير ان شاء الله والله يعود علينا ان شاء الله هالايام الطيبه امين ان شاء الله ونتلاقي مره ثانيه امين ان شاء الله الله يبارك فيك الله يسلمك نورتنا اليوم الله ينور عليك ان شاء الله مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود بقوا معنا حياكم الله ومشاهدينا الكرام في آخر فقرة من برنامج الطارش أذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يشاركنا من داخل دولة الإمارات 7886 واللي حاب يشاركنا من خارج دولة الإمارات 00971529900170 وعندي اتصال الحين من علي علي مساك الله بالخير السلام عليكم عليكم السلام علي إيش حالك خير العام انت بخير وانت بخير وصحة وسلامة كم عمرك علي؟ 10 سنوات العمر كله ان شاء الله عندك التلفزيون قدامك؟ عندك حد يساعدك؟ خلاص بيظهر لك السؤال على الشاشة الحين اوكي السؤال يقول لك اكمل بسألك ما وصيت يا بسألك ما وصيت يا فراغ تبغى اختيارات بيظهر لك 4 اختيارات انا بخيرك بين الاول والثاني اللي هو هير ولا طير شو رايك طير خلاص نثبت ونشوف الإجابة ألف مبروك ربحت معنا 500 درهم من قناة الشرقية من كلباء زائد قسيمة مشتريات بقيمة 1000 درهم من 2XL بالإضافة إلى جلستي تنظيف أسنان واستشارة طبية مقدم مركز هانوفر الطبي وأيضا جلسة لتبييض الأسنان من عيادة
مايل اسمايل تستاهل يا علي. عندي اتصال الحين محمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. ايش حالك؟ الحمد لله بخير. عيدك مبارك. الله يبارك فيك، شو اخبارك؟ الحمد لله والله بخير. انزين محمد، وين تكلمنا؟ من العين. من العين. انزين بيظهر لك السؤال على الشاشه الحين وركز فيه محمد. ما معنى كلمه الغوازي؟ الغوازي؟ هي. لو قلت لي بدون اختيارات، لو قلت لي بدون اختيارات بعطيك جائزه وايد حلوه. ما معنى كلمه الغوازي؟ طب انت قاعد تشوفني ولا لا؟ اي قاعد اشوفك. ما معنى كلمه الغوازي؟ ما تشوفني شو هسه اسوي؟ الفلوس او المال. ليش الفلوس غير عن المال؟ نفس الشيء. سبحان الله، مبروك ربحت معنا الف درهم مقدم قناه الشرقيه من كلبا. تستاهل يا محمد. نستقبل اتصال الحين نوال، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور. ايش حالك؟ كل عام وانت بخير اخي يعقوب. وانت بخير ان شاء الله وصحه وسلام. وين تكلمينا نوال؟ من ابو ظبي. من ابو ظبي. انزين الحين وصلتي معانا. حصل عندك يا عقوب عيديه. لا اكيد طبعا ان شاء الله. الحين انت بس ركزي، وصلتي معانا ان شاء الله. ما سمعت. تبون جمعيه ان شاء الله. ما تبين كاش، ما تبين اشياء ثانيه. من اول رمضان صراحه انا وايد مستانسه يا الخط. انزين خلاص الحين ركزي، وصلتي معانا لفقره ماي والم. تعرفين هالفقره؟ هي عرفتها. انزين الحين بيظهر لك الشيء اللي ماي والم الاستوديو وركزي فيه ان شاء الله. ما تبين تتعدلين في العيد؟ هي هذا مال السخان مال الماي. صح، اجابتك صحيحه. ربحتي معانا جلستي هادر اوفيشل بالاضافه الى جلسه لتبييض الاسنان مقدم من عياده مايل اسمايل. كشخل العيد بعد زين. نشوف معاكم الحين مشاهدينا الكرام سؤال الجائزة الكبرى من خلال هذا الفيديو، فلنتابع. إذن شاهدنا معاكم مشاهدينا الكرام سؤال الجائزة الكبرى، وأذكركم بالسؤال بشكل سريع. السؤال مشاهدينا الكرام، أين يقع مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي؟ السؤال، أين يقع مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي؟ الاختيار الأول مشاهدينا الكرام في مدينة خورفكان، الاختيار الثاني في مدينة كلباء، الاختيار الثالث في مدينة دبل حصن، الاختيار الرابع في منطقة النحوة. كل ما عليكم إلا أنكم تطرشون الإجابة الصحيحة على الأرقام اللي راح تشوفونها الحين أسفل الشاشة. اللي حاب يشاركنا من داخل دولة الإمارات 7886، هذا من داخل دولة الإمارات. من خارج دولة الإمارات مشاهدينا الكرام 00971529001070. طبعا اذكركم بان الجائزه مشاهدينا الكرام هي عباره عن 3000 درهم مقدمه، تذكره بقيمه 3000 درهم مقدمه من العربيه للطيران.
الطيران وراح يكون السحب عليها ان شاء الله يوم الخميس. طبعا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. اشكر ابو عبد الله وابو حمد مشكورين. حياك الله. مشكور. وين الحباسي؟ الحباسي وين؟ وكل عام وانت بخير. كل عام وانت طيب. يقول اسالني الحباسي وين، يقول موجود. ما موجود؟ موجود موجود موجود. نتفاهم بعد الحلقه. ام سيف، ام احمد، ام علي، ام فيصل، مشكورين وكل عام وانتم بخير. عيدكم سعيد ان شاء الله. مشاهدينا وعيدكم سعيد يا رب. امين ان شاء الله. عام وانتم بخير. الله يعافيك. وانتم طيبين يا رب. امين امين ان شاء الله. طبعا نشكر راعي الدكان، نقول له كل عام وانتم بخير. ونشكر هاوي وراعي القهوه. والحين راح تكمل الحارس. مشكورين مشاهدينا، وان شاء الله نشوفكم باكر في حلقه جديده من الطارش. وكل عام وانتم بخير، مع السلامه. مبنك خلينا نشرب اخر عيد ابوي. يا رب ابوي يعطيك العافيه يا ابو عبد الله يا ابو حمد. يا رب ابوي كل عام وانتم بخير. مقدمه موجوده. يعطيكم العافية أمهاتي، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم بالعوادة وأنتم طيبين إن شاء الله. يا ربوي يا ربوي يا ربوي، خلينا نسير ونسير أبوي، حتى تخيلوا على الأقل لين الصبح. ها؟ إيه إيه.